للمزيد حول استمرار استهداف الثوار في الساحات لا سيما في الجنوب على خلفية الاعتراض على سوء الخدمات، ينضم إلينا عبر الهاتف من واسط الناشط السياسي علي العزاوي. سيد علي، بداية أهلا بك. التظاهرات مستمرة كما تعلم في محافظات الجنوب تنديدا بسوء الخدمات، إلى جانب إصابة 20 متظاهرا من جراء القمع الحكومي في النجف. السؤال، لماذا تتخذ الحكومة من الحل الأمني وسيلة لمعالجة أزماتها برأيك؟ بالبداية تحية لك أخي الكريم وفضائل الرافدين والمشاهدين الكرام. أخي الكريم، هي تعودنا على أساليب الحكومية وهي أساليب القمع، محاولة تكميم الأفواه لتغطية عن عجزها في معالجة الأسباب الحقيقية للثورة. ما ليس بغريب على الحكومة، فهذه الحكومة لا تختلف كثيرا عن حكومة القناصين، أيضا نفس النهج بدأ يتكرر، وما شاهدناه قبل يومين من اعمال مؤسفه في ساحه متدخل ميليشيات، من قمع مفرط راح ضحيته اكثر من شهيد. وهذا يعني التسوار احنا متوقعيها كلها فقط التاثير على عزميه الثوار على الساحات، لكن بالحقيقه احنا باقيين صامدين وما راح تاثر بينا هاي نهائيا هاي الاعمال. مستمرين بحراسنا الجماهيري، مستمرين بضغطنا على الحكومه، مستمرين بضغطنا على الحكومه، وإن شاء الله الأيام المقبلة راح تكون أكثر مفاجآت وأكثر مواجهة لهذا القمع. سيد علي، يتساءل عراقيون مستغربين، هل الحل الأمني نفع خلال العشرة أشهر الماضية حتى ينفع الحكومة الحالية الآن مثلا؟ يا أخي الكريم، يعني عجيبة للأسف، ما عندنا أي رجالات دولة أو رؤساء حكومة يتعلمون من الدروس السابقة. ماذا فادت حالات القمع؟ ما فادت اساليب الامنيه حكومه القناصين؟ بالعكس، اسقطت حكومه القناصين. الدم هو من اسقط عادل عبد المهدي، وللاسف نشاهد نفس الخطه ونفس النهج ينعاد بالوقت الحاضر. نحن نعلم انه الحل الامني لم يجدي نفعا في مواجهه المتظاهرين. الحل الوحيد هو السماع الى صوت المتظاهرين وتلبيه المطالب. بالامكان بذاك الوقت بالامكان ان نقدر نشوف هاي الحكومه هل جديه في معالجه مطالب المتظاهرين، هل هي جدية في معالجة أوضاع الشعب. أما الأساليب القمع وأساليب تسليم الأفواه، أساليب قطع الإنترنت، ما أعتقد راح تجدي نفعا. لماذا يستهدف متظاهرون خرجوا للاحتجاج على استمرار تردي الخدمات كما تعلم، وخرجوا كمان أو أيضا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بالرصاص من قبل القوات الحكومية والميليشيات؟ لماذا تواجههم بالرصاص الحي؟ اخي الكريم، احنا هذا حذرنا منه قبل 3 أو 4 أشهر، قلنا ليس من مصلحه احد ان تصل الثوره الى الشهر 7 أو 8، لان نعرف هاي الاشهر هي انفجار الشارع العراقي بسبب العجز في الخدمات في توفير الطاقه الكهربائيه. السلطات للاسف، السلطات الحكوميه ومؤسسات الدوله لم تعالج الاسباب، لم توفر الخدمات، فبالتالي تحاول عن طريق اساليب القمع، اساليب القتل، اساليب الترهيب في سبيل التغطية على فشلها، فشل على مدى 17 عام في لا وفرة الكهرباء، لا وفرة الصحة، لا وفرة التعليم. للأسف احنا في درجات حرارة قاربت 50، ونشاهد أغلب الجنوب تنعدم به الكهرباء، مظاهرات في أغلب مناطق الجنوب، تصعيدات مستمرة في أغلب مناطق الجنوب، وهي كلها سببها سوء الخدمات. لكن للأسف لا يوجد رجال دولة يفكرون بهذا الشعب، فقط حلهم الوحيد هو حل القمع، حل الدم. الآن الأمم المتحدة من جهتها أيضا دعت إلى حماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة، كما استمعت إلى مثل هذه المعلومات وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام. باعتقادكم، هل الكاظمي وحكومته سيستجيبون لهذه الدعوات؟ وهل لديهم حلول غير القمع للتفاهم مع المتظاهرين؟ والله اخي الكريم، يعني خليني اكون معك صريح، ان شارع العراق وساحات التظاهر بالعراق لم تعود كثيرا على المواقف الدوليه. احنا شاهدنا على مدى 8 أشهر الشعب يقتل، الشعب يقمع في الساحات. ماذا كان تقارير الادخارات؟ ايضا كان هناك شبه ماذا، اعطي وصف قاسي، لكن هناك تجاهل من المجتمع الدولي، من الامم المتحده للمطالب الشعب العراقي. انت تشوف تاره تصرح بضروره حمايه المتظاهرين، وتشاهد عمليات القتل، عمليات القنص، عمليات الاختطاف، الترهيب، لكن اي دور للامم المتحده قوي ما شفناه بالعراق. لذلك انا اعتقد الساده العراقيين ايضا تراكم نوعا ما في التجاوب مع السلطات الدوليه او الامم المتحده.
لان ما شافوا اي خطوه قويه او رادعه من الامم، قضيناها فقط استنكارات واستنكارات. في سؤالي الاخير اليك سيد علي، هل يمكن ان يثنيكم هذا العنف الممنهج من قبل القوات الحكوميه والميليشيات المواليه لها؟ هل يمكن ان يثنيكم عن الاستمرار في المطالبه بحقوقكم المشروعه؟ اخي العزيز، واهم من ان هذه الاعمال وهذه الاساليب تثني الثوار او ترجعهم للمنازل. نعم. اسمين 100 شهيد الطينه، مئات الاف الجرحى، معاقين ومستمرين نطي، وما راح نرجع ولا راح توقفنا هاي الاساليب القمعيه الا تحقيق كافه المطالب. مطالبنا الحقيقيه اللي خرجنا منها يوم 1 تشرين، انتخابات مبكره، قانون انتخابات عادل، محاصره غيرهن، مستعدين نطي 800 شهيد. احنا ناس طلعنا للساحات، كان قرارنا واضح، التغيير ما نرجع بدون التغيير، ولن تنفعهم اساليب القمع والقتل تجاه الثوار. من واسط كنت معنا عبر الهاتف الناشط السياسي علي العزاوي، شكرا جزيلا لك.